وعندي قلب بلا مبالغة، إذا نملة خطأ أنا أدوسها أحس بالألم يدق في قلبي عليه. لكن هيك نوع من البشر والله لوش كثر ما عددهم يكون ولا يأخذون من قلبي أي اهتمام بالرقة. السلام عليكم. قبل تسلم حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة في العراق في تموز من عام 1968، عاش العراق ظروف صعبة من التمزق العرقي والطائفي واضمحلال الفكر والثقافة والطبقة الوسطى نتيجة لكثرة الانقلابات الدموية والتي قادت البلاد وفي ظروف مختلفة إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. فقد كانت هناك تصفيات جسدية بشعة للحزب الشيوعي ابتداء من العام 1963، وأيضا وسائل العنف البشعة التي استعملت للقضاء على نظام عبد الكريم قاسم، إضافة إلى مظلمات الأكراد والذين كانت لديهم رؤية مستقبلية لتكوين حكما مستقلا أو إقليم خاص بهم. وكان أساس هذه الرؤية قد انبثقت منذ معاهدة سيفر عام 1920 بعد الحرب العالمية الأولى، حين حصل الأكراد على وعود الدول العظمى في تأسيس دولة لهم في حالة إقناع عصبة الأمم آنذاك بأن الأكراد قادرون على الاستقلال. ولكن وخلال العقود المتتالية لم يستطيع الأكراد الاقتراب من حلمهم القومي، ذلك بسبب تقسيم أقليمهم إلى مناطق متعددة في تركيا وإيران والعراق وسوريا، حيث رأت تلك الدول إن الخطر سوف تهدد كيانهم وسيادتهم في حالة جعل ذلك المشروع حقيقيا وعلى أرض الواقع، فوقفت ضد ذلك التوجه وبشكل عنيف وبشراسة خصوصا من قبل النظام في العراق وتركيا، حيث تم تدمير القرى الكردية وتم استخدام أسلحة فتاكة لإخماد أي حركة عصيان يقوم بها الأكراد ضد تلك الأنظمة. في القرن الماضي حاول الاتحاد السوفيتي استغلال القضية الكردية لنشر الأيديولوجية الشيوعية في المنطقة، ففي إيران وبدعم من الاتحاد السوفيتي أقام الأكراد في عام 1945 أول جمهورية كردية في منطقة مهاباد في إيران، وقد تم القضاء عليها من قبل الحكومة الإيرانية، وذلك بعد انسحاب القوات السوفيتية من شمال إيران تحت ضغط القوى الكبرى التي تمركزت قواتها في جنوب إيران. إلا أن الاتحاد السوفيتي ظل يدعم الأكراد لقيام دولتهم. وفي فترة النظام الملكي في العراق تم ربط القضية الكردية بالتيار الشيوعي، ولذلك فقد انضم الكثير من الأكراد إلى صفوف الحزب الشيوعي العراقي، وكانت مؤتمرات الحزب الشيوعي تذكر دوما بالقضية الكردية. إلا أن النظام الملكي قمع تلك الحركات الشيوعية والأكراد الموالين لهم، وتم فرار الملة مصطفى البرزاني الزعيم الكردي إلى الاتحاد السوفيتي حتى سقوط الملكية العراقية في عام 1958. ومع إعلان الجمهورية العراقية دعا الزعيم العراقي عبد الكريم قاسم البرزاني للعودة إلى العراق، وبدأت مناقشات حول إعطاء الأكراد بعض مطالبهم القومية، ولكن مطالب البرزاني والشعب الكردي لم تتطابق
مع ما كان في نية الرئيس عبد الكريم قاسم إعطائه لهم، فأدى ذلك إلى تجدد الصراع مرة أخرى، حيث قام نظام قاسم بحملة عسكرية على معاقل البرزاني عام 1961. وبعد تولي الرئيس العراقي عبد السلام عارف الحكم، اتفق مع عدد من القادة الأكراد سياسيين وعسكريين ومنهم الملا البرزاني على حل شامل للقضية الكردية، حيث أعلن اتفاق نيسان من عام 1964، والذي تضمن منح الأكراد الحقوق الثقافية والإسهام في الحكم وبعض الحقوق الأخرى، إلا أن التيار القومي العربي تمكن من التسلل إلى السلطة ونسف كل ما اتفق عليه، خصوصا وإن الأيديولوجيات القومية لا تتهاود مع الأقليات الغير عربية الساعية إلى حقوقها خارج العروبة. فاستمرت الدولة بإجراءاتها القمعية للشعب الكردي، فتجدد النزاع المسلح بين الطرفين، ومما زاد الوضع سوءا لدى الأكراد هو إقفال الحدود مع سوريا بوجه الأكراد بسبب سيطرة حكم البعث على مقاليد الحكم في دمشق. فتوجه الأكراد إلى تقوية علاقاتهم مع شاه إيران والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وتعاونوا مع الكيان الصهيوني العدو الأول لدى العرب. وفي عام 1966 حصل انشقاق داخل الصف الكردي، حيث أسس جلال الطلباني حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والذي هدف إلى جمع مثقفي الأكراد وكوادرهم، ولكن بقي الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة الملا مصطفى البرزاني هو الأقوى والمسيطر في شعبيته على أغلبية الشعب الكردي في شمال العراق. أما بالنسبة للجانب الشيعي، فكانت توجهات معظم الأفراد من الشيعة نحو المد الشيوعي والاشتراكي والقومي، خصوصا في فترة الأربعينيات والخمسينيات، حيث تم تأسيس الأحزاب اليسارية وتقويتها. ولكن وبعد سقوط الحكم القاسمي واضطهاد النظام للشيوعيين بقسوة، حدث نوعا ما من الوعي المذهبي لدى الشيعة، خصوصا وإن توجهات الحكم في العراق ومنذ العهد الملكي كان يميل نوعا ما نحو المذهبية الضيقة لصالح السنة. وأيضا فإن رجال الدين الشيعة رفضوا الانخراط في قيادات العمل السياسي، وبعد وصول الأحزاب القومية إلى الحكم لم يعطى للشيعة وجودا رسميا في مناصب الدولة العليا ولا في الجيش، بعكس السنة وحتى أيضا الأكراد. لذلك اتجه شباب الشيعة للانضمام في صفوف حزب الدعوة الشيعي، والذي تأسس سنة 1957 والداعي إلى تكوين الجمهورية الإسلامية ضمن الإطار الشيعي. وتزايد انضمام الأفراد إلى صفوفه مع إصدار علماء الشيعة فتاوي تحرم الانضمام إلى الحزب الشيوعي العراقي، فاتسعت قاعدة الحزب في أواخر الستينيات وتحت قيادة زعيمه محمد باقر الصدر، كما أسهم في امتداد النفوذ الشيعي في العراق وجود رجل الدين آية الله الخميني في العراق وفي منطقة النجف، حيث كان الخميني هاربا من نظام الشاه في إيران وداعيا إلى إسقاط حكمه
وتكوين الدولة الإسلامية. بعد تسلم حزب البعث السلطة في العراق وبمرور الوقت، أصبح البكر الرئيس الرمزي للبلاد والساكن في قصره بدون قوى فعلية، حيث إنه أفاق في الاتكال على أفراد العائلة والعشيرة من آل تكريت، والذين طوقوا مناصب الدولة من كل جانب. وأصبح البكر الشاهد والمشجع لأعمال الرجل الذي أمسك بالقوة الفعلية بالسلطة، صدام حسين المجيد، والذي أصبح نائب رئيس مجلس قيادة الثورة والرجل الثاني في النظام ونائب أمين عام حزب البعث، وكان مكتبه كنائب للرئيس ملاصق لمكتب رئيس الجمهورية، مما مكنه على الإشراف والاطلاع على مجريات الأمور الأساسية في الدولة. وقد حاول صدام حسين بناء سمعة جيدة كسياسي محنك وفعال ومهيمن على أمور وشؤون الحكم، حيث ركز على تحقيق الاستقرار في وطن مزقته الصراعات العويصة، في وجود الانقسامات والصراعات الاجتماعية والعقائدية والدينية ما بين السنة والشيعة وبين العرب والأكراد وغيرها. وكان في رأي صدام إن القيادة الثابتة والمستقرة في دولة تنتشر فيها التحزبية والانقسامات تحتاج إلى سياسة القمع، كما تحتاج في نفس الوقت إلى رفع المستوى المعاشي. وبدأ صدام بحل جهاز المخابرات العراقي حنين، ذلك من أجل تلطيف واقع وجوهر أجهزة الأمن على الشعب، وتم إعطاء اسم مكتب العلاقات العامة على أجهزة الأمن، والذي حاول الكثير من قيادي حزب البعث الابتعاد عنه وعدم ربط اسمهم بذلك الجهاز، غير إن صدام أصر على تولي مسؤولية ذلك الجهاز بنفسه. وتم إرسال وفد عراقي إلى ألمانيا الديمقراطية، حيث قدمت ألمانيا إلى العراق مبلغ 30 مليون دولار لبناء مشروع مركزي لمياه الشرب في بغداد، مقابل اعتراف العراق بدولة ألمانيا الديمقراطية بشكل رسمي. ولكن حقيقة الأمر إن هذا القرض لم يخصص لمشروع مياه الشرب، وإنما لبناء أجهزة المخابرات العراقية. ومنذ ذلك الحين بدأ الخبراء الألمان الشرقيون في وضع برامج التدريب إلى جانب بناء الهيكل التنظيمي لأجهزة المخابرات العراقية، والذي أخذ شكل النمط البوليسي والتجسسي، والذي كان سائدا آنذاك في الصراع الاستخباراتي ما بين الكتلتين الشرقية والغربية، ليصبح هذا الجهاز مثل شبكة العنكبوت التي تسيطر وتسير واقع وحال المواطن العراقي فيما بعد. وقد اعتمد النظام البعثي على عمليات رجال أمن الدولة وأساليبهم للوصول إلى أهداف تلقن معارضي النظام الدروس عبر القتل والاعتقالات، بحجج الكشف عن مؤامرات إمبريالية أو التواطؤ مع قوى إقليمية لزعزعة أمن البلاد، مثل مؤامرة عام 1969 بعد سنة من تولي حزب البعث الحكم، ذلك من أجل تثبيت الجو العام الذي أراده النظام لردع خصومه وترويعهم منذ البداية، حيث تم القبض على 14 يهودي باعتبارهم طابور خامس
وشبكة تجسس، وتم إعدامهم وتعليق جثثهم في وسط العاصمة بغداد. وأعلن النظام أيضا إن الرئيس السابق عبد السلام عارف كان عميلا للمخابرات الأمريكية، كما حكم على رئيس الوزراء السابق عبد الرحمن البزاز بسجن طويل الأمد بتهمة التعامل مع إسرائيل. وبعد انقضاض البعث على معارضيه من القوى المختلفة، توجه لقمع معارضيه من داخل الحزب، حيث تم تصفية جميع قادة انقلاب عام 1968 باستثناء البكر وصدام. أما عن العلاقات مع الولايات المتحدة، فكانت هناك توجسات من قبل قادة البعث من دور وكالة المخابرات الأمريكية، واحتمال لعب دور آخر من قبلها في إسقاط الحكم الجديد. وكان الوضع العام متوتر مع الولايات المتحدة وموقفها من الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، لذلك فقد ازدادت الحملات الإعلامية من قبل نظام البعث ضد الأمريكان، وبدأوا بعمليات اعتقال وقبض على الأشخاص الذين يعتقد أنهم على اتصال مع CIA، منهم الكولونيل مدحت حاج سري الذي أجبر على الاعتراف بتعامله مع الأمريكان، وتم إعدامه بعد ذلك. وتلي الإعدام اعتقال 30 شخص من بينهم 16 يهودي على أنهم خلية صهيونية أمريكية تعمل ضد العراق. أما في الجيش، فقد استمرت حالة الإعدامات والاعتقالات لضباط الجيش والذين كان يشك في ولاءاتهم المطلقة لحزب البعث، حيث تم توجيه تهم السعي لقلب نظام الحكم، وتم تشكيل عدة محاكم، حيث تم إصدار عدة أحكام بالإعدام بتهمة التآمر مع قوة أجنبية ضد النظام الحاكم. وبسبب الأزمة الحدودية مع إيران، ولوقف التمرد الكردي والموالي لحكومة الشاه، بدأت الحكومة العراقية مفاوضات مع الأكراد وصلت إلى مراحل متقدمة في العام 1970. وبسبب اتكال الأكراد جزئياً على الاتحاد السوفيتي، سافر صدام حسين إلى موسكو وقابل أليكسي كوزيغين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي السابق لبحث موضوع القضية الكردية. وأمام رفض الأخير حلاً عسكرياً للقضية الكردية، عاد صدام إلى بغداد داعياً إلى حل سلمي، حيث قابل ممثلي الأطراف الكردية الذين فاوضوا صدام ولمسوا منه مصداقية حقيقية في إيجاد حل للنزاع ما بين الحكومة والأكراد. وتم التوصل إلى اتفاقية الحكم الذاتي في 11 آذار من عام 1970، وتم إعطاء الأكراد حقوقاً وامتيازات لم يسبق مثيلها مقارنة بالدول التي تسكن فيها الأقلية الكردية، فتحسنت العلاقة فيما بينهم وبين البعثيين، إلا أن الأكراد لم يقطعوا تعاونهم مع الإيرانيين. ومع أن البرزاني سعى إلى تحسين العلاقة مع حكومة البعث، إلا أن صدام فضل التعاطي مع الطلباني، والذي كان أكثر وضوح ومباشرة في التفاوض. من الناحية الاقتصادية، كان العراق في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات غير راضي عن الطريقة
التي تدير بها شركة نفط العراق مستويات الإنتاج في البلد مستندة إلى مصالحها التجارية في أماكن أخرى. وكان هناك العديد من الخلافات فيما يتعلق بالتسعير، كما طالب العراق بحصة 20% من الشركة، وهو أمر أوصى به مؤتمر سان ريمو للقوى العظمى في عام 1920. ولكن الشركات الأجنبية المؤلفة لائتلاف شركة نفط العراق أنكرت ذلك. لقد أذعنت بعد ذلك شركة نفط العراق الأجنبية لموجة التأميم التي تجتاح العراق والشرق الأوسط على نطاق واسع، حيث عرضت في آيار من عام 1972 زيادة أرباح الحكومة العراقية وزيادة الإنتاج والموافقة على دفع بعض المبالغ التي تدفع مقدما على الملكية. ولكن هذه العروض لم تكن كافية، ففي 1 حزيران من عام 1972 صادرت الحكومة العراقية أصول شركة نفط العراق، وقد قاد صدام حسين بنفسه عملية التأميم. في عام 1979 حاول أحمد حسن بكر التوجه من أجل إبرام معاهدة مع سوريا من شأنها أن تؤدي إلى الوحدة بين البلدين، حيث أراد البكر ترك إرثا يذكر مساهمته في العمل القومي العربي، وكانت تلك المحاولة غير مقبولة من قبل نائبه صدام، لأنها سوف تضعف مركزه وسوف تعطل أحلامه بالانفراد بالسلطة. فظهرت بعد ذلك إشاعة إن الرئيس أحمد حسن البكر يعاني من مرض باركنسون، وإنه لا يستطيع الاستمرار بأداء عمله كرئيسا للبلاد، وتم تقديم استقالته في 16 يوليو من عام 1979، وأصبح صدام حسين وبشكل رسمي الرئيس الجديد للعراق. واتبع بعد ذلك حملات تطهير متعددة في صفوف الجيش والحزب الذي تم القضاء على روحه الأيديولوجية، وبقي الاسم فقط لمن يوالي شخص الرئيس وأفراد أسرته. ففي 22 يوليو من عام 1979، ومن خلال اجتماع لقادة حزب البعث، تم توجيه الاتهامات للكثير من الأعضاء في الحزب على أنهم جواسيس يعملون لحساب النظام السوري، حيث تم وصفهم بالخونة وتم إعدامهم خارج قاعة الاجتماع. وكان ذلك مراحل لانطلاق النظام الشمولي بكل مميزاته، فأصبح صدام هو الأب والقائد والمناضل والرفيق وابن الشعب وحامي الديار من التهديدات الداخلية والخارجية. وكان الخطر الأكبر الذي واجه بداية حكمه للبلاد قد بان في الأفق بوصول الخميني إلى قمة السلطة في إيران وإعلان ثورته الإسلامية. إلى اللقاء.